صباح الخير عليك يا فاروق. بصب عليك يا مريم وبصب عليك يا كريم طبعا، وبصبح على استاذنا الكبير الناقد الرياضي استاذ جمال الزويري، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الفل. طيب احنا عايزين نعرف منك بقى ايه الاجواء وايه اللي بيحصل، وطمنا كده على الثلاث نقط. يعني هأكد على كلام الأستاذ جمال طبعا، اللي اختصر المباراة في ان هي يعني عنوانها مباراة الثلاث نقاط. انت في مرحلة مهمة جدا أستاذ جمال طبعا أستاذنا، وعارف قيمة هذه المرحلة. مهم جدا ان انا احقق الثلاث نقاط، يعني في كل الظروف في كل الأحوال انا مطالب بتحقيق الثلاث نقاط. الفريق الكبير هو اللي يقدر يجمع الثلاث نقاط في كل الظروف وفي كل الأحوال. النادي الأهلي قادر طبعا الحفاظ على بطولة الدوري، وأيضا طبعا خلاص انت يعني عندك مرحلة، ودي المرحلة اللي كان محددها مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، اللي بدات من مباراه المقاولون العرب، ثم اليوم مباراه سيراميكا، ثم ان شاء الله يوم السبت القادم مواجهه فريق الجونه. مرحله بثلاث مباريات، مستر كولر هدفه الاساسي واللي نقله اللعيبه لاحراز التسع نقاط في الثلاث مباريات. قدرت تحقق ثلاث نقاط في مباراه المقاولون العرب، النهارده ان شاء الله اللاعبين يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراه. خليني اقول لك يا كريم ان من بعد مباراه المقاولون العرب كان الفريق استأنف تدريباته سريعا استعدادا لهذه المواجهه. كان التدريب اللي بعد المباراه كان طبعا انت عارف استشفى للاعبين اللي شاركوا في المباراه، الى جانب طبعا يعني بعض اللي بيبقى في توازن في الاحمال بالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. ثم منح مستر كولر اللاعبين اجازه لمده 24 ساعه، واستأنف تدريباته بالامس على ملعب مختار التتش. تدريب يعني تقدر تقول غلب عليه كتير جدا من النواحي الخططيه، خاصه انك هتلاعب امام خصم يعني اكيد الاستاذ جمال يعني هيستفيد في هذا الامر، معاهم مدير فني محترم هو الكابتن ايمن الرمادي، معاهم فريق وعناصر مميزه جدا وعناصر شابه وعناصر واعده. شفناها في المباراه الاخيره قدرت انها تفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء. مستر كولر اتكلم مع اللاعبين في المحاضره الفنيه على ضروره يعني غلق المساحات امام فريق السيراميكا، ضروره استغلال انصاف الفرص، ودي من النقاط اللي مستر كولر في كل محاضره يعني في كل محاضره في يعني استاذ جمال اكيد يعني من الامور اللي بيتكلم فيها طبعا دايما بنشوفه في قناه الاهلي ان اهدار الفرص ومسلسل اهدار الفرص. مستر كولر بياكد مع اللاعبين على ضروره الاستغلال انصاف الفرص، وبيضرب الامثال ان المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه من هذه الفرص. ثم بعد المحاضره طبعا اللي اكد مستر كولر على اللاعبين على ضروره الانتصار وتحقيق النتيجه ايجابيه في هذه المباراه، انطلق المران زي ما قلنا شمل بعض الجوانب الخططيه. بيحاول مستر كولر يستغل العناصر اللي بتقدر يعني عمليه التسديد من خارج منطقه الجزاء اللي كان بيتالق فيها. طبعا شفناه في التدريبات الاخيره اللاعب امام عاشور بيدي تعليمات وبيدي يعني افضليه شويه للاعبي خط الوسط في التسديد من خارج منطقه الجزاء، وايضا استغلال الكرات الثابته. النادي الاهلي طبعا بيستعيد في هذه المباراه خدمات اللاعب اكرم توفيق، واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي شفنا دوره وادائه ورجولته في مباراه ماميلودي سان داونز. ايضا النهارده النادي الاهلي بيستعيد كريم نيدفيد، واحد من العناصر المهمه اللي ممكن ياخد يعني جزء من المشاركه في هذه المباراه، الى جانب كريم فؤاد ايضا، وعوده محمد عبد المنعم، وعوده الكابتن محمد الشناوي قائد النادي الاهلي وحارس المرمى اللي من المنتظر متوقع النهارده يقود ويحمي عرين النادي الاهلي، الى جانب طبعا عوده محمد عبد المنعم، مع استمرار طبعا يعني فكره مستر كولر في الدفع باللاعب انطوني موديست، ودي يعني من الامور المهمه جدا اللي مستر كولر حريص عليها. عايز اقول لك ان هذه الامور بالنسبه للاعبين اللي احنا لامسينه النهارده في مقر اقامه الفريق، في تركيز شديد جدا من اللاعبين، خلاص بيقفلوا صفحه خلاص الجانب الافريقي ومباراه ماميلودي سان داونز، عندنا تركيز في هذه المرحله. ان شاء الله اللعيبه اللي احنا لامسينه من في هنا في مقر اقامه اللاعبين ان شاء الله يعني نكون مردود ان شاء الله خلال ال 90 دقيقه في المباراه اللي هتنطلق في تمام الساعه الرابعه على استاد المقاولون العرب. طبعا يا كريم انا عايز اقربك اكتر طبعا، وقرب مريم وقرب استاذ جمال الزويري من الجانب الاخر، من جانب فريق السيراميكا والكابتن ايمن الرمادي اللي في تدريباته بالامس شدد على صعوبه مواجهه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي باي 11 لاعب يقدر يحقق النتيجه ايجابيه ويحقق الانتصار. اتكلم مع اللعيبه على غلق المساحات امام لاعبي النادي الاهلي وضروره التركيز في الكرات الثابته. وخليني اقول لك برضو من الكواليس او من يعني من التمرين الاخير، التشكيل اللي هيلعب بيه فريق السيراميكا هذه المباراه هيكون محمد بسام في حراسه المرمى، هيكون قدامه اثنين مساكين احمد رمضان بكم ورجب نبيل في اليمين، احمد هاني في الشمال، محمد شكري.
2 في دايره المنتصف محمد عادل وصديق اوجولو، قدامهم مثلث مكون من 3 لاعبين محمد ابراهيم واحمد القندوسي واللاعب محمود زلاكه، خلف راس الحربه اللاعب جون ايبوكا. النهارده طاقم تحكيم هيكون لهذه المباراه بقياده الكابتن عبد العزيز السيد، هيعاونوا يوسف البساطي مساعد اول، هشام الدسوقي حكم المساعد الثاني، الحكم الرابع هشام محجوب، واثنين على تقنيه الفار محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا مريم، موجود معاك يا كريم، موجود طبعا مع استاذنا الاستاذ جمال الزهري لو في اي استفسار او اي تساؤل. والله يعني يا فاروق كالعاده الحقيقه والكلام ده ينطبق عليك وعلى كل زملائنا، يعني انتوا بتجاوبوا على الاسئله قبل حتى ما نطرحها. بسم الله ما شاء الله، دايما دايما معلوماتكم يعني وفيره ومتفقه قلنا كل الامان يعني، غير لو استاذ جمال عنده اي سؤال. بس لا الحقيقه والله بجد انا دايما ببقى مستمتع بالرسائل بتاعت مراسلينا، حقيقي حقيقي، لان هم بيغطوا كل الاسئله قبل ان نسالها. طبعا كل التحيه ليك يا فاروق وكل زملائنا وزميلاتنا، بنشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. طيب